آليات وحشود عسكرية عراقية تصل جنوب الموصل استعدادا لتحريرها. تمهيدا لمعركة تحريرها من داعش، وصلت وحدات عسكرية تابعة للجيش العراقي إلى قضاء مخمور جنوبي مدينة الموصل استعدادا لبدء العملية. ان شاء الله ان شاء الله جاي نحرر للموصل، وان شاء الله ما بفرق لا بين الموصل ولا كركوك ولا بغداد ولا تقريب، ان شاء الله عراق موحد. عسكر الملقى داعش، وان شاء الله هنا نرجع الموصل مقبره لهم بعون الله تعالى. وفيما يتم التنسيق بين القوات المشاركة في تحرير مدينة الموصل والتي تضم عمليات تحرير نينوى وقوات البشمركة وقوات من أفراد العشائر، قررت قيادة عمليات نينوى فتح 13 معبرا لخروج المدنيين من مدينة الموصل عند بدء معركة التحرير. توجهنا إلى منطقة قضاء مخمور تابعة لمدينة الموصل، واليوم محاصرة الموصل من 4 جهات، وإن شاء الله ندخل الموصل بأقرب وقت. إذن التحضيرات تمت ولم يبقى إلا تحديد ساعة الصفر لشن الهجوم وتحرير الموصل من براثن داعش.